قالت لك تكون بحال ذوك الناس اللي لاباس عليهم زعما ولا داكشي كبدوا شطح بحالك قالت لك تبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا سلام لاباسك؟ شي مزيان؟ لاباس. انت لاباس؟ الله يلا بخير، الله يحفظك. الدار بخير، كملات صافي؟ صافي. قلت تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. مزيان الخوت. التلفاز اللي كانت هنا كبيره راه تهرسات ولا كيبان فيها الكحل من الوسط. اميره كانت كتلعب مع لويز، لويز لاحت لها الكره وضربات التلفازه بالجهد وهي تهرسها. فين حطيناها الاصدقاء دابا؟ صافي حتى غادي يمشيو اللوحوها دابا شويه، غادي يمشيو نخرجوها. لويز راه خدامه. لويز اش كديري؟ واشين اش كدير؟ انا؟ والو واحد الحاجه الاصدقاء، واحد ملاحظات لاحظتها من الناس كيعطيوني بزاف ديال الاراء ديالهم. ايا متفق معكم حتى انا سولتكم في هذا الشيء شحال هذه. انا نقول لكم البلانات اللي قالوا لي خصني نبدلهم، ولكن هو ما خصوش يتبدلوها حيت كاين شي ناس ما عارفينش هذه القضيه. بحال مثلا هذا الموكيط هذا قال لي راه غادي يزلق مع العود، راه غادي يمشي. راه كتبع واحد الحاجه الاصدقاء كنشريوها، إيه كتبان لكم هذه؟ هذا راه كتخليه ما كيتحركش. انا نعطيكم مثال نوريكم. والو ما كيزلقش كاع، وريتكم دابا حاليا باش تعرفوا شنو كاين. ما كيتحركش كاع نهائيا، وعلى حسب شراجم هنايا بالجاج والبيبان بالجاج، وحتى الفوق عندنا شراجم في البيت ديال الاميره قال لي عندك راه تنقاز او شي حاجه. هذوك الشراجم ما كيتحلوش نهائيا، ودوبل كلاص الاصدقاء يعني فيهم دي جوج ديال الجاجات الاصدقاء. كاين الجاج هنا وعاد الجاج من وراها، دوبل كلاص الاصدقاء. ولكن واحد الحاجه اللي بغيت نقول لكم، علاش كي ما كيديروش الكرياجات؟ حيت بنادم كيقول لي لا خاص الكرياج، خاص الكرياج خطر داكشي. هنا الكرياج الاصدقاء ممنوع. غنقول لكم علاش، بان الله يستر الله يحفظ الا كان شي حريقه الاصدقاء في الدار، شي عافيه شي على داكشي، كتكون مرحله الانقاذ الاصدقاء كتكون سهله. يا من الشخص اللي كاين في الدار يقدر يخرج بالزربه، يقدر الا كان لقى الساروت او شي حاجه يهرس غير الزجاج ويخرج، او لا دوك الناس ديال الانقاذ غادي يجيو غيدخلوا بالزربه. الا عقلتوا على واحد الكارثه كانت طرات لواحد الدريه مسكينه في المغرب، كانت وحلات في هذاك الكرياج وتحرقات وسط الكرياج، ما قدروش يدخلوا عندها لحقاش الباب بالحديد شراجم فيهم كرياج. هذا هو المشكل اللي كاين، ما كيبغوش الكرياجات هنا. وعلى حسب البيبان بالجاج، على حسب الشفاره ولا شي حاجه، راه ما كايناش شي حاجه هنا، ما كاينش شي شفاره ولا شي حاجه اللي غادي يدخل. يعني ملي كتجي لهاد البلاد هادي، يا راه كاينين قليل نادرا فين كتلقاهم في شي بلايص، كيسموهم جيبسي. هاد الجيبسي هادو الاصدقاء كيكونوا ما عندهمش ديور، كيكونوا عندهم هذاك كارافان الاصدقاء اللي كيكون كاب فان الاصدقاء الا عرفتهم، طوموبيله فيها دار، هادو كيبقاو يدور. هادوك هما اللي كيقدروا كيشفروا شي حاجه من الجرادي وشي حاجه بحال هكا. نهار ربع من جهه يا اي سادة. ولكن هنايا راه ما كاين والو صراحه، ما كاين حتى شي حاجه. اتس ريلي سيف يا. يا قال داك لويز راه امنه هنايا البلاصه. هادشي علاش كيديروا البيبان بالدجاج واش راجم بالدجاج، ممنوع الكرياج، ممنوع الحديد، باش الا كان شي خطر الله يسر يتفاداوه. واحد المعلومه الاصدقاء، راه كاينه واحد البارتي ان شاء الله غادي تكون، ولويز يلاه وصلها واحد القفطان اللي صراحه زوين زوين بزاف صراحه، ويعجبها من عند واحد الشركه هي هذه اللي كتبان لكم الاصدقاء. هاد الناس هادو كيتعاملوا بواحد المعامله زوينه زوينه بزاف، وكيديروا حتى ديسكاونت الاصدقاء. التعامل ديالهم زوين زوين بزاف صراحه. المهم اللي بغيتو تدخلوا عندهم راهو هادو لاباج ديالهم، وغتلقاو في الديسكريبسيون ان شاء الله. المهم غنشوفوا لويز شنو غادا تورينا بالضبط شنو جاها. كملوا الفيديو ان شاء الله. شوف هذه الشركة الأصدقاء. So I've got the Tarza kaftan in royal blue. Comes with the standard belt, but they've also sent me the gold belt as well. Yeah. And I've got 15% discount code. The code will be valid for 12 weeks, which will cover Ramadan and Eid as well. أكين عندكم الخوت واحد discount واحد الكود غادي نحطوه لكم ان شاء الله في الديسكريبسيون، هو اللي غادي يعطيك يدير لكم واحد ديسكاونت. It ends on the 26th of April, so that covers Ramadan and Eid as well. When? 26th of April. 26th of April. Yeah, so if you need anything for Ramadan and Eid, they've got 15% off. قالت لك إلا بغيتي شي حاجة ديال رمضان ولا العيد راه داير لكم 15% ناقصة على الأصدقاء. 15% off all items on the website. قالت
هاد الكود يدير لكم 15% ناقصه في كاع داكشي اللي عندهم في السيت عندهم تما. الكود LOUISEB15 والكود هو هذا اللي كيبان لكم الاصدقاء. Got myself all tangled up in here now. This is the caftan. This is the normal belt that comes with a caftan. Sure. Mm. It's weird. And then it also comes with the Mdamma. Gold. Say it. Mdamma. 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 Okay. Mabufifa? Yes. Hizam ولا Mdamma. ما عارف. مو ما أصدقاء. Comes with the standard gold as well. Nice? Yeah. That's the standard belt that it comes with. And then it also comes with this one as well. Obviously, yeah. It wouldn't go over the top. Go on, yeah, I've got to hide that. I've got to move that to come over. So. Nice and long as well, especially if you're wearing heels. Yeah, قالت لك طويلة، قالت لكم زيانين لك شي لابس الطالون. تبارك الله ما شاء الله. I like the work on the back as well. Yeah. Oh, show me. Yeah. Show Anna if I go to a party. Show Peter. I'll wear pajamas to a party. كنا نمشي حفل غادي تلبس بيجامة. أيه. أيه. زين. زوينة. Nice. Yeah. 15% off for Ramadan and Eid. I'm gonna be like the rich women at a party. قلت لك تكون بحال ذوك الناس اللي لباس عليهم زعماء وذاك الشيء. كبدوا شطحوا بحالك قلت لك. Yeah. صار هادشي اللي كيدير صار. Like all YouTubers. أجل وذاك الناس أخرين ديال ولاد الشعب هادي أش كديرهم؟ المسيرة. المسيرة. مول إرشيد. مول إرشيد أش كديرهم؟ The women. I don't know what the women do, but the men. No, the women. المهم الأصدقاء غادي تكون واحد المناسبة قريبة إن شاء الله باش ما كان غادي نقول لكم شنو هي المناسبة لو كان في حياة إن شاء الله. الحمد لله. رحمك الله. يهدينا هذيكم الله يصلح بالكم وداك عشب شف شف بالكم كنت نسى عشب شف شف بالكم انا قد يسكت قولي سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم 3 times سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم خاصة تقولها دائما الكلمة هذه المهمة الأصدقاء الصراحة الواحد ديما يقولها سبحان الله سبحان الله وبحمد سبحان ربي العظيم المهم الاصدقاء هذا الشيء اللي كاين كيف قلت لكم غادي تكون واحد المناسبه ان شاء الله عما قريب وغادي نشاركوها معكم كاملين ان شاء الله كيف قلت لكم 15% ديسكاونت اللي دايرين دابا حاليا بغيتو تزوروهم دخلوا عندهم السيت ديالهم وشوفوا شنو عندهم بالضبط راه عندهم بزاف وانواع هي كيعجبها الزرق بغات الزرق عندهم بزاف اشكال وانواع عملوا ويل وايت شيبين وكيصيفطوا للعالم كامل هما كاينين في بريطانيا ولكن كيصيفطوا للعالم كامل هادشي اللي كان الاصدقاء شكرا لكم بزاف تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر سلامة سلام عليكم